بتمويل من الصندوق الوطني للتدريب المهني، نظم مركز دون بوسكو دورة تدريبية لصالح عدد من الشباب بهدف تأهيلهم في مجال الأعمال الحرة، وقد استفاد 225 شابا في 13 مهنة متنوعة خلال هذه الدورة التي تعد الثالثة من نوعها في فترة العطلة المدرسية. وقد أكد المدير العام للصندوق على دعم ومصاحبة الشباب لتنفيذ مشاريعهم للمساهمة في تحسين نوعية وإنتاج الأعمال الشبابية الحرة. حيث أدلى بعض المستفيدين بشهاداتهم عن أهمية الدورة والمعلومات التي تلقوها. هؤلاء الشباب تم توزيعهم على شكل مجموعات أثناء مشاركتهم في الدورة، حيث عرضت كل مجموعة نتيجة عملها، وتوجت المناسبة بتوزيع إفادات للمشاركين.